أيها الأحباء، سمعتم كلام يسوع يحدثنا بواسطة الرسل الأبرار. أوصاهم المسيح بلهفة وبحب كثير، توجه نحوهم يقول لهم: كونوا واحدا كما أني أنا والآب واحد. طلب من أبيه هذه الصلاة العزيزة جدا على قلبه، أن يحفظهم في الوحدة، ليسوا هم فقط بل كل الذين سيؤمنون عن يدهم، ليكونوا واحدا يا رب. واليوم بعد مضي أجيال كثيرة على انفصام المسيحيين، نرى الرب يفتقدنا بطريقة خاصة، يرسل إلينا من صوته العذب، من دعائه القدوس، يطلب منا يقول: صلوا يا إخوتي، صلوا يا أبنائي لأجل الوحدة. وحدة الكنيسة هي وحدة القلوب، هي وحدة الإيمان، هي وحدة العبادة. الرب واحد، وعلينا أن نكون نحن جسد المسيح السري، أن نكون مجتمعين بالوحدة، نتحد باتحاد القلوب، باتحاد المحبة، باتحاد الإيمان. هذه هي الوصية العزيزة على رب الخالق، على الرب الخالق، وهي الطلبة التي تطلبها مريم العذراء. تقول: ابن يسوع بنى كنيسة واحدة وكانت صغيرة، وعندما كبرت انقسمت. فصلوا لأجل وحدتها، اطلبوا من الرب أن يرسل نعمه، أن يحث الشعب بقلوبهم أن يرجعوا إلى الوحدة. اليوم نجتمع زرافات عدا أعداد كبيرة لنصلي مع بعضنا البعض، وبيننا الكاثوليكي والأرثوذكسي، كل الناس الذين يطلبون الرب ليكون غذاء لهم، ليكون السند لهم في الحياة، ليعطيهم النعمة، تقترب قلوبهم بعضها من البعض لكي تطلب الوحدة من الرب. الصوفانية العذراء أتت إلى بيت وضيع، إلى ابنة وادعة متواضعة تصلي بكل إيمان وتقوى. أتت إليها العذراء وأظهرت فيها أشياء لا يمكن للعلم أن يقول عنها شيء، بل يقول إنها فائقة هذه الطبيعة. حصل أمور كثيرة. الأخت ميرنا التي لا تدعي ولا بشكل من الأشكال القداسة، بل هي تصب نحو القداسة مثل كل واحد منا. علينا أن نتقدس، علينا أن نرجع إلى الله. هي تصلي لنا وتطلب منا الصلاة لها أيضا، لأنها هي خادمة للرب. الرب هو الإله العزيز الجبار، الذي يعطي العجائب، الذي يعطي الخوارق. هو الرب الذي يفتقد شعبه
وإذا ما أعطانا علامة بهذه الإبنة، هذه العلامة لا تخصها، هي تخص كل منكم، تخص كل واحد، ليقول لنا الرب: ارجعوا يا أبنائي، ارجعوا إلى الإيمان، ارجعوا إلى الصلاة، ارجعوا إلى المحبة، إلى اتحاد قلوبكم، عودوا إلي يا أبنائي، لا تتفرقوا، لأن الآب السماوي أمنيته أن يرى أبناءه متحدي القلوب. العذراء تقول لها عندما كانت تجتمع من كل الملل المسيحية لتصلي في دارها، قالت لها العذراء: صلاتكم هي عيدي، إيمانكم هو عيدي، اتحاد قلوبكم هو عيدي، أي عيد العذراء المجيدة. نعم إخوتي، هذا ما تريده ملكة السماء منا جميعا، أن نعود إلى الرب باتحاد القلوب. ميرنا ظهرت مع العجائب الخارقة، ونحن نسميها عجائب، وهي من الرب، ونعرف أنها من الرب، ولكن نحترم كلمة الكنيسة حيث تقرر في النهاية وتقول كلمتها عن الظاهرة. نحن نقول إن هذه الظاهرة ظاهرة عجيبة، ظاهرة لا يمكننا أن نحصرها بشيء، لأنها محصورة بالصلاة، محصورة بالتقوى، محصورة بالتواضع، محصورة بالعطاء، محصورة بالمجانية، لأن هذه الظاهرة لا تتوخى المناصب، لا تتوخى الظهور، لا تتوخى الرتب العالية، لا تتوخى أي شيء من المال أو العطاء أو التقادم، لا تقبل أي شيء، إنها ظاهرة مجانية يعطينا إياها الله من سمائه من عليائه، لكي نحن نتمتع بها ونرجع إلى الإيمان. ابتدأت الظاهرة في الصوفاني سنة 1982، وتعددت الأشياء. بالأول ظهر الزيت على إيدان ميرنا، رجع ظهر الزيت على صورة العذراء، رجع صار يصير معها انخطافات، صار معها زهورات العذراء تظهر لها، ظهرت لها العذراء 5 مرات، أول مرة ظهرت لها خافت منها، ما عرفتش منين، ما عرفتش مين كيف توقع بحضرتها، هربت. قال لها الخوري: لا يا بنتي، لا تهربيش مرة تانية، يمكن العذراء بدها تقول لك شيء. حدا بيهرب من أمه، العذراء هي أم، لا تخافش منها. وقت بتيجي تتحكيكي وقفي واسأليها شو بتريد. وهيك كان. بعد هالظهور الأول اللي صار 4 ظهورات، ودائما كانت العذراء تعطيها رسالة، رسالة المحبة، رسالة التوحيد، وحدة الكنيسة، رسالة العطاء والكرم والإيمان. الله بيفتقدنا بهالشكل هيدا، وبعدين ظهر معها جروحات المسيح، والشيء اللي الله بده إياه ما يظهرش جروحات المسيح فيها، جروحات الكبيرة اللي بتعرفوها وشفتوها على الفيديو، هاي جروحات الكبيرة اللي ظهرت فيها تظهر وقت اللي بيكون العيد تبع الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية مع بعضه. ليش؟ لأنه الله محروق للوحدة. الله عم بيقول للشرقيين وللغربيين: أنا مش قابل، تعيدوا عيدين، بدي تعيدوا عيد واحد، بدي إيكم تجتمعوا وتكونوا كنيسة وحدة وتكونوا أبناء إخوة لبعضكم البعض بالمحبة والإيمان. نعم يا أخوتي، نعم هذا الشيء المهم، هيدي الرسالة اللي جاي. تعددت الظواهر وتعددت الأمور، وهلأ بجولتها ميرنا هون زارت سيدني، وصار أشياء كتير بسيدني، وناس كتير رجعت للإيمان بدموع تسخى من عينيهم، لأنه جايين يشوفوا قدامه شو عم بيصير. وبعدين رحلت على برزبن كمان، في عنا هون أبو إبراهيم وأم إبراهيم من برزبن جايين، تعذبوا من هونيك لهون تيشوفوها كمان، لأنه غابت عنهم يومين، اشتاقوا إلها، اشتاقوا إنه يشوفوا بعض أكثر. وعندنا كثير يا اخوتي نبرت الفنوري، قالوا لي: دخيلك سيدنا، بدنا نعمل رحله على ملبن تنيجي نشوفها، من كل الدنيا يا اخوتي. الناس مشتاقين لهالظاهره. ليش؟ ليش؟ لانه حاسين في شيء الهي، في شيء من ورا هالعالم عم بيجي يفتقد الارض، مشان لحتى يدلنا، ونحن بنصلي وبنطلب
إن شاء الله الله يعطينا نعمة إنه يشوفنا شيء اليوم، وكلكم تكونوا مرتاحين وترجعوا لربنا بالتقوى بالندامة بالعطاء بقلوبكم بمحبة بعضكم البعض. هذا اللي الله بده إياه. بنعمة الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.